اليوم بدنا ناخذ انتروداكشن عن عن شو هو الارتفيشال انتليجنس. طبعا هذا يعني المفروض انه موجوده في محاضره الاندر جراجويت. في هذه المحاضره يعني هي اكثر نقاش، ما فيش شيء ومش حنطول فيها. في هذه المحاضره طبعا بتكون مصوره موجوده على البلوك تبع الكورس هنا في هذا اللينك. شو هو الاي اي؟ في حدا بحب يبدا لنا في تعريف شو هو الذكاء الصناعي او الذكاء الطبيعي؟ هو ان كيف نخلي الاله تفكر بطريقه مشابهه للانسان، مش تفكر مش نفس الاليه التفكير، بمعنى انها تكون بالعمليات الحسابيه تتخذ قرارات وتكون قابله للتعلم، يعني كتصرف ان يكون تصرف الاله شبيه بتصرف الانسان، زي ما كانت الاله تحت بيع القهوه انا بشبهها بالبيرسون، تروح على المطعم تقول له بدي قهوه، يعني الاله اللي تحت فيها ذكاء شو رايك بس؟ يعني برمجة يعني برمجة يعني فيش فيها يعني زي ريبورت مثلا تصرف بناء على شو رايك منها؟ فيش فيها ذكاء؟ لا يعني غطيني ايش فيها ذكاء؟ الروبوت مثلا الروبوت؟ الروبوت في جيمز فيها في ذكاء يعني انت بتتخذ القرارات شو يعني شو يعني ذكاء؟ يعني طب شو ذكاء الانسان؟ يعني الذكاء الطبيعي شو هو طيب؟ انه قدرة على اتخاذ قرار تيجي تحدث معي بقدر افكر. طب اذا انا قلت لك كيف تتخذ القرار وانت رحت اتخذت القرار يعني بناء على المعلومات بقدر افكر وبعطي الاكشن انه يقدر يستنتج اشياء من اشياء ويربط الاشياء مع بعض. الذكاء الطبيعي عبد الفتاح. نعم. الذكاء الطبيعي شو هو؟ بكون هذا الولد ذكي. يقدر يستنتج ويتخذ قرارات بناء على معطيات معينه مش ما تكونش عارف اها كل سريع التعامل يعني يقدر يتخذ قرارات بناء على قرارات سابقه او احداث سابقه حصلت معاه. يعني هذا هو الذكاء الطبيعي بناء على مجموعه معطيات يعني كانه مبنى الالغوريثم بناء عليها بحللها وبعطي نتيجه. خلينا نقول وين نقول هذا الولد ذكي وهذا الولد مش ذكي؟ الولد الطبيعي عشان يعني شكله فيه خلط ف جماعة الذكاء الطبيعي هو مقدرة على حل المشاكل. المقدرة على حل المشاكل، أي مشاكل؟ أي مشاكل طبعا. أي مشكلة؟ يعني كل الناس ذكية. إيه لا طبعا بالفرض تكون الناس ذكية حسب التوزيع الطبيعي. ذكية معينة بالفرض. يعني في ناس قصدك بقدرش حل ولا مشكلة في الدنيا. إيه طبعا. يعني كل ابن حلل يحلل الأمور وقصتها. المفروض يتخذ قرار عليها، استند عليها، كل مرة. بس كيف يعني؟ إيمان هي القدرة على التعلم، يعني إنه بقدر الواحد يكسب إشي معين يتعلم ولا يمارسه؟ يعني بس أنا بس بتعلم. لا هي الشقتين يعني. أها إنه يعني المحاضرة الجاي بيجوا كاريين شو هو الارتفيشال انتليجنس؟ ليش من الكتاب؟ بس الارتكل تاعت بس طويل شوي. الارتكل اللي موجوده على الويكيبيديا حتى نشوف ونناقش الاسئله اللي كثير حتنثار في الماده هاي، مثل هل في اصلا تعريف متفق عليه للذكاء الصناعي؟ هل في تعريف متفق عليه للذكاء الصناعي؟ مش عارف، بس خلينا قبل ما نروح على التعريف نتناقش بس نتغير اليوم، نفتح جهاز نغم لابتوب وتورجينا نغم ايش هي التطبيقات اللي فيها ذكاء صناعي على جهازك. يعني لعبة ممكن فيها ممكن تكون برامج مثلا مايكروسوفت تكون فيها ذكاء صناعي زي مثلا وورد. ذكي؟ مش ذكي بمعنى ذكي، يعني بمعنى انه في شغلات فانكشن موجوده فيها فانكشن ذكي مثل المدقق الاملائي تاع والنحوي ممكن هاي ناخذ المدقق الاملائي من النحو الى ما لمايكروسوفت
وير ممكن انا بقى نظره ذكيه شو كمان؟ حكينا عن الجيمز يعني زي تشيس مثلا اه الجيمز اللي على الجهاز كمان هي ذكرت فيها الذكاء شو كمان؟ كل واحد بلش يحضر فتش تطبيقات وانت جوالك شو عليه اجهزه ذكيه؟ برامج ذكيه جوالك في شيء عليه شيء ولا شيء ولا شيء ذكي بس كيف بس؟ لا في جيمز بنزل اشياء مايكروسوفت اوفيس الادوبي يعني برامج معينه بس مش عارفه يعني ادوبي شيء ذكي؟ ثانيا انا ودي كنا عن برنامج عنده ذكي مش برنامج الاوتو كومبليت في السامسونج كونتاكت سيمنت الاوتو كومبليت في الادرس بوك تبعك ممكن انه يكون ذكي بدل لما تكتب له حمزي حمزي بالتاء ولا بالهاء بالاخر ذكي بيعرف بجيب لك اياهم على اساس انهم نفسهم ممكن صفحات الانترنت فيها الـ Explorer و Windows Explorer و Chrome هذول فيهم ذكاء؟ شو هو الذكاء الموجود فيهم؟ انت بتشوف تدخل على مواقع معينة بيخزن ممكن يخزن فبيعمل لك بروفايل وبناء عليه بصير يساعدك في خياراتك الـ Windows Explorer أو فعملية النتورك في بناء الراوتر بناء أكثر راوتر بناء عليه في الراوتينج تبع مضبوط على النتورك لما نعمل راوتينج للمسجز ممكن برضه يكون في ذكاء الانتجريشن في السمارت فون بصير بين الكونتاكت ليست الموجودات في الفون وللفيسبوك او لا انك تعمل سينكرونايزيشن بين الكونتاكتس على الفيسبوك وعلى الادرس بوك تبعك برضه قد يكون فيها نوع من الذكاء لانه في بدك تعمل ديتكشن عن الاشياء اللي بدها تقراها شو كمان؟ ممكن تحطي في الجوجل ترانزليت الجوجل ترانسليت هل الجوجل ترانسليت ذكي؟ ذكي؟ الجوجل ترانسليت ذكي؟ طبعا جوجل نفسه سيرش انجن مش ذكي اللي اول ما تحط انتر بجيب لك الاشياء اللي انت فكرت تفكر فيها اول شيء مش ذكي ولا مش فكرت تفكر فيها بس يعني يعني انه يعني بقول لك اشيل لك تعرف هاي يعني شو كمان؟ سير اللي على ايفون اتصل على ديما بتصل على ديما روح يمين روح شمال تسوق السياره الاكسبلور اللي على جهازنا الجي بي اس بقول لك روح يمين روح شمال شو بعرفه ذكي صح في برنامج اسمه ترو كولر هذا اذا كان في انترنت على جهازك ورن عليك اي رقم موجود عند الكونتاكتس تبعك بيعطيك الاسم تبعك إذا كان برن على أحد بقولش الأدرس بوك تبعي ما بيكون عندي بس خلنا نقول أنت رنيت علي بس أنت موجود عند نغم بطلع اسمك عندي بطلع إنه رقمك مع الاسم فوق اسمه ترو كولر ما بعرف ما بعرف بس هذا very interesting المخابرات المخابرات بقول بشوف في الفيسبوك وبأكثر الأشياء أنت بتستخدم النت وبتدخل على الفيسبوك تقول اسمك على الفيسبوك في عندنا ريكومنديشنز اللي مثلا بقول لك بيبل يو مي نو او ادز ذات يو مي لايك او وهلا مليون دعايات الى اخره طيب هل المطلوب انه الذكاء الصناعي يعمل سيميوليشن للذكاء الطبيعي؟ يعني لازم المشين يعني ما نسميش الشيء ذكي الا اذا كان بشابه الذكاء الطبيعي؟ لا ولا ممكن؟ النتيجة دكتور مهم النتيجة مالها؟ انه البروبلم اللي بحلها كانت معقدة مش بروبلم اي بروبلم سولفينج اي بروبلم معقد احنا عادة بنسمي الاشي ذكي شكله لما شكله بعرفش انا مش متأكد من اللي بقوله بس شكله وينتا لما في مشكلة ما كانتش سهلة على اللي بيحلها هلا بجوز سهلة عليك بس مش سهلة عليك بس انا اول مره بتمر علي او مشكله اكبر من قدراتي يعني بنقول الولد ذكي لانه عرف اسم الضيف تبعنا بس هاي شغله صغيره بس احنا اعتبرناه انه ايش انه ذكي لانه هي مش بسنه هاي يعني مش لاله هذا الشيء فاي شيء كان معقد وقدرنا نحله بشكل احنا بنسميه فيه ذكاء بغض النظر انه ذكاء طبيعي مثلا ويل هذا السؤال على فكرة بس بدي أقول لكم شغلة إنه في شيء من بسموها الـ AI winter
هلا كل علم على فكره علم الاي اي من الستينات وكبل 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 واللوجيك من ايام من قبل ارسطو كبل. بس اللي بدي اقوله هون انه في مرات تطلع وتنزل تطلع وتنزل الابحاث والاهتمامات الناس والشركات في مواضيع معينه. يعني اليوم فيش حد بيعمل ابحاث في الداتا بيس كداتا بيس شبعت ابحاث. الاي اي بلش وبلشوا يحكوا عن اشياء كبيره وبعدين نزلت الابحاث والفندنج والاهتمامات تاعت الحكومات والشركات فيها بشكل كبير. وردت طلعت وردت نزلت وردت طلعت وردت نزلت. ففي ناس كثير كانوا بينتقدوا الاي اي. هذا شيء هي الانتقادات بتلكوها يعني علم الاي اي. في ناس كثير كان يقول انه هذا الكلام ما بيجيب نتيجه حكي فاضي. هذا النوع من الابحاث مش لازم نصرف عليه فلوس لانه هذا ما بيجيب نتيجه. وبالتالي ففي انتقادات على اللي بيشتغلوا بالاي اي كان. وبعدين تيجي ايام ثانيه وترد الاي اي تصير زي السيمانتيك ويب. في فتره من الفترات كان هو العلم من الفري هوت توبيك 2005 2006 2007 بكنا نستحي نقول سيمانتيك ويب. رد الموضوع طلع. فهاي يعني اب اند داون بتكون بعض العلوم ثابته. تشوفوا لي وانتم تقراوا شو هي الكريتيسيزمز الكريتيسيزمز الانتقادات اللي كانت على مواضيع انه هل انت بتتفق معها هذا؟ هلا دائما بنقول اللوجيك انه هل دائما بنقول اللوجيك والاي اي انهم مرتبطين ها؟ صحيح؟ تتفق؟ اكيد طبعا. اها نفكر بطريقه اذا الكمبيوتر بفكر بطريقه منطقيه معناته الكمبيوتر ماله ذكي. طيب اللوجيك بالمناسبه بأنو علم؟ أنو يعني يعني اللي عملوا تعين الأحياء ولا الرياضيات ولا الكمبيوتر ساينس ولا أنو اللي عملوا؟ أنو اللي عملوا اللوجيك؟ الرياضيات. الرياضيات صح؟ مزبوط؟ غلط. جمال؟ فلاسفة. أنو اللي اخترع اللوجيك؟ هذا اللوجيك من أيام وقبل بس مين اخترع اللوجيك؟ فلاسفة. طيب اللوجيك والاي اي مرتبطين مع بعض. طيب والاي اي والفلسفه؟ التعدي مرتبطين بعلاقه التعدي مرتبطين. فكركم؟ ها على فكره بس هاي العلم بدي اياكم تقراوا على فكره. بدي اياكم تقراوا. بس بدي اقول لكم شغله. بتعرفوا المالتيبل انهيرتنس في الجافا؟ او بتعرف كلاس دايجرام؟ سب كلاس واسوشيشن تعرف انا اخترع المالتيبل انهيرتنس والسب كلاس ارسطو. تعرف هذا الشيء؟ هذا اللوجيك. هذا هو اللوجيك. الكلاس دايجرام هذا عباره عن كله لوجيك لوجيك بس انتم تتفرجوا عليه كرسمي بس هو كل الفاونديشن تبع اللوجيك. ف وبناء بس هذا ضربت مثال. فاه نعم في علاقه قويه جدا بين ال اي اي الارتفيشال انتليجنس واللوجيك. لانه ليه؟ لانه في ريزنينج والريزنينج هذا الاستنتاج طرق الاستنتاج كمان فيها جوانب فلسفيه وعلى فكره مش بس فلسفه. ليش هو كمان في اشياء كثيره سايكولوجي يعني الاساس تبعها سايكولوجي. بدنا نفهم السيكولوجية تبعتك انت معصب ولا مبسوط عشان نقدر نعمل لك ريكومنديشن انك تسمع هاي الاغنيه ولا هاي الاغنيه. وهون بندخل في ايش؟ مرات في علم النفس. فالموضوع الاي اي هو صح الاي اي هو صح موضوع اي تي بس دائما وابدا لازم يدخل معاه شغله ثانيه عشان تقدر تعمل التطبيق. لازم يكون عندك مرات باك جراوند ثانيه عشان تعمل التطبيق. ها جوجل لو انهم ما بيفهموش اللغه علم اللغه كلغه نقدرش برضه نعمل اي تي ابلكيشنز باللغه من مره. طيب بنرجع فاللوجيك على فكره اللي فهو انتاج الفلاسفه يعني استولى عليه الرياضي تعون الرياضيات فتره من الفترات. هلا مستولي عليه مين؟ تعون الاي تي. طبعا لا زالت علوم الفلاسفه بيشتغلوا في المنطق. طيب الناتشرال لانجوج بروسيسنج
لتقول ان الاي اي مبني على عده في اكثر من تطبيقات في الاي اي، سواء كانت ناتشرال لانجويج بروسيسنج، سواء كان فيها لوجيك، سواء كان فيها في كثير اشياء. هذا الكلام بدي اياكم تشوفوا مواضيع الاي اي، يعني الفازيولوجيك، الروبوتكس، يعني الروبوتكس فيها اشياء ميكانيكيه حتى. كل فالموضوع الاي اي كثير واسع، كثير 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 واسع، لدرجه مرات انه في موضوع ما لوش علاقه بموضوع ثاني، وكله بنسميه اي اي لانه if we are just here solving complex problems. لاحظين؟ يعني ما في كلو، ما في شيء ينزل كل المواضيع مع بعض تحت اطار مبان واحد. اليوم بدنا ناخذ عن الناتشرال لانجويج بروسيسنج وكيف علاقتها مع الذكاء وين الذكاء فيها. واللي هي مبنيه على على فكره probabilistic statistical methods في يعني يعني هون الذكاء، هون الذكاء بالمنطق جاي ذكاء بالريزنينج بنسميه. يعني انت بتقولي اذا مصطفى في رام الله ورام الله فلسطين معناته مصطفى فلسطين، في ريزنينج رولز مثلا. بينما في الناتشرال لانجويج بروسيسنج في غالبيتها هي ستاتستيكال بيست، يعني مش مهم شو الصح، المهم انه كل 99% من الناس قالوا كذا، مش مهم انه بيقولوا الناس صح ولا غلط. عمليات إحصائية بنساويها عشان نقدر نخلي الكمبيوتر يصير ذكي. على أي حال، خليني بس أسأل هذا السؤال. Which Arabic philosophers contributed to logic in the past؟ أنا من المناطق العربية، مناطق نسميها. أنا من؟ أنا من أفريقيا. ابن رشد. ابن رشد. ابن سينا. ابن سينا. ابن سينا مش دكتور؟ طبيعي. طبعاً دكتور يعني كمان. مين كمان؟ خوارزمي. الغزالي. الغزالي قصته قصة. مين كمان؟ يلا وزير. حمزة. ها؟ أمين. جاهد. جاهد فيلسوف. ليس هذا جاهد قديم. بعض يعني فهمت شباب؟ يمكن فرابي. فرابي مين كمان؟ الرازي. الرازي؟ مين إيمان؟ مالكيش علاقة بالأمور؟ نعم إذا جيب امتحان يعني هذا أكثر مرة أجيب سؤال أنا أمي وشو الزرق بقى؟ أنا موضوع كيشتري. فلما تقرأوا في الويكيبيديا اقرأوا عن بس ضد الفلاسفة، هي بشكل عام أشهر 10 فلاسفة بس اعرفوا أنه هم بيشتغلوا بالمنطق. ما بحكيش باللوجيك برضه بحكي بس في المنطق. يعني تفرطوا بالمنطق يعني يعني أشهر 10 وينو خطب زي بس أشهر ناس في المنطق، مش مهم زي ابن سينا مشهور في اثنين مش مشهور بس بواحد. ابن سينا مشهور في الطب ومشهور في المنطق نفس الوقت. طيب على اي حال في اي سؤال؟ هاي الاسئله اللي بنجاوب عليها من مقاله يعني هاي الاسئله عشان لما تقرا تطلع عليها وانا بجيب لك واحد منها. بس كل هاي الاسئله اللي بنجاوب عليها من مقاله كبيره، يعني مقاله واحد اللي بجاوب كلها تحتوي كل شيء. واذا ممكن تشعر شوي صغيره بس المفروض انه لا. طيب موضوعنا في الكورس اللي مضى هو البيج داتا، هل نقدر نعتبرها از هل في البيج داتا؟ هو البيج داتا كلمه كبيره، بس الكورس اللي اخذناه المره الماضيه الذكاء اللي كان موجود فيه اللي هو له علاقه بالاول، لان الاول هي عباره عن منطق. فهو اما كداتا داتا هيك داتا بيس هي لا معنى تماما البيانات والداشبوردز والريبورتس والعلاقه التقليديه بطريقه معينه. لا بدون لازم تكون الجوريثم زي مثلا في البيت في البزنس انتليجنس مثلا في الداتا مايننج في هاي الاشياء اللي هاك اب اول هاي الجزئيات نعم فيها كومبلكسيتي عاليه جدا وفيها طرق ذكيه لحل. بس ما تبقى اذا عندك بقى اللي تقوله انه داتا وبس كيف تعمل اندكسنج واسترجاع وهذا ما تم.